أهلا بكم إلى حلقة جديدة من المساء اليمني. فجر رئيس مجلس النواب سلطان البركاني مؤخرا قنبلة من العيار الثقيل، حيث صرح أن المجلس ممنوع من الانعقاد في داخل اليمن وخارج اليمن، في إشارة إلى أجندة التحالف السعودي الإماراتي بهذا الشأن. وقال البركاني إن كل محاولات مجلس النواب للانعقاد طوال الفترة الماضية باءت بالفشل، وذلك في رده على رسالة النائب محمد مقبل الحميري. إذن لم يعقد البرلمان جلساته منذ انقلاب الحوثيين سوى مرتين أو جلستين فقط، كانت الأولى في سيئون من أجل انتخاب رئاسة المجلس، والثانية في عدن من أجل المصادقة على المجلس الرئاسي. فمن هو صاحب الرغبة الحقيقية في عقد الجلسات في المرتين السابقتين؟ وهل هو من بيده مصير عقد البرلمان لجلساته؟ ولماذا يبدو البرلمان وكانه يؤدي دورا وظيفيا لجهات خارجية تجلبه لعقد جلساته حين ترغب بذلك؟ لماذا لم يشر سلطان البركاني في رسالته للجهة التي تعرقل عقد جلسات مجلسه؟ ولماذا تتماهى رئاسة المجلس وأعضائه مع هذا التهميش المتعمد؟ وهل صحيح أن هناك محاولات لاستبدال البرلمان بهيئة التشاور والمصالحة؟ قبل النقاش دعونا في البداية نشاهد هذا التقرير وبعد نعود. كشف رئيس البرلمان اليمني سلطان البركاني عن محاولة تغييب متعمدة لدور البرلمان اليمني كسلطة تشريعية في البلاد. إشارة البركاني إلى أن جميع المحاولات التي بذلتها هيئة رئاسة البرلمان لانعقاد جلساتها فشلت تأتي في سياق رده على دعوة قدمها عضو البرلمان محمد مقبل الحميري بعودة تفعيل جلسات البرلمان من الداخل. البركاني أوضح أنه قام بزيارات لمحافظات مختلفة بغرض الترتيب لانعقاد جلسات المجلس، لكن جميع الجهود لم تؤدي إلى نتائج إيجابية، حيث تم تأجيل الجلسات في مناسبات سابقة وأخرى ألغيت، كما حدث عقب إعلان المجلس عن قرب اجتماعه في عدن. تتوزع الاتهامات بين الرياض والانتقالي والسلطات في الدولة، خصوصا أن البركاني أورد أن رئاسة المجلس قابلت رئيس مجلس القيادة وأعضاء المجلس محملين بالرجاء والاستجداء من أجل انعقاد المجلس. أصابع الاتهام تطال السعودية التي تسعى لمنع انعقاد جلسات البرلمان أو إعاقة دوره، خشية حمل المجلس أسئلة حول انحراف مسار التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، وبات يسهم بتفتيت البلاد وتقويضها لصالح الميليشيات في مختلف البلاد، سواء أكان الانتقال المدعوم إماراتيا حال دون انعقاد المجلس أم الرئاسي والحكومة، المتهمان بإجراء صفقات مشبوهة خارج إطار السياق القانوني والدستوري للدولة. فإن مفتاح تفعيل دور البرلمان في اليمن يعود للبرلمان ذاته، إذ يرى مراقبون أن لا أحد يستطيع أن يخرس صوت البرلمان إذا ما أراد تمثيل إرادة اليمنيين والخروج من دائرة الهيمنة التي تفرضها الرياض وأبوظبي على المسؤولين اليمنيين. دون ذلك فإن أي حديث اليوم بعد 8 سنوات من الطأطأة والخضوع لا يعدو كونه محاولة للتنصل من المسؤولية التاريخية وإهالة الرماد على الدولة التي تحتضر في ظل سلطات تجسد المأساة اليمنية والتلاعبات السياسية بمصير البلاد والتي تهدد سيادته ووجوده. مشاهدنا لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر السكايب الكاتب محمد المياحي وأيضا الصحفي عبد العزيز المجيدي. أهلا وسهلا بكما ضيفي العزيزين. أريد أن أبدأ أولا مع ضيفي محمد المياحي. سيد محمد، هل حملت رسالة البركاني أي جديد وكانت بمثابة مفاجأة كما قد يعتبرها البعض، أم أنها لم تأتي أو جاءت بشيء كان معروفا أساسا من قبل؟ إذا أردنا أن نتحدث بأمانة لهذا الشعب، كان يقدر بالبركاني أن يصدر قائمة العار ويضع في رأس القائمة سلطان البركاني وكل أعضاء مجلس النواب بعد 8 سنوات من الحرب وقد وصلت البلاد إلى هذا المستوى. يأتي البركاني كما لو أنه يتحدث عن كشف جديد، نحن ممنوعون من الانعقاد داخل البلد، من الذي يمنعك؟ من الذي يمنع السلطة التشريعية والرقابية؟ ثم ما الذي يترتب عن هذا؟ ما هو الموقف الذي يقدر بكم أن تتخذوه إذا ما كان هناك جهة ما تمنعكم من انعقاد المجلس داخل البلد؟ في الواقع إذا كان الزبيدي هو من يمنع سلطان البركاني من عقد جلسة لأعضاء مجلس النواب، يفترض أن تتم جلسة البرلمان في قارب على البحر أو في باص جماعي أو حتى يجتمعون
عن بعد بالزوم، ثم يصدرون قرار بتجميد عضوية الزبيدي في رئاسة المجلس الرئاسي وقيادة المجلس الرئاسي كنائب. أما هذا الشغل الذي يتبعونه منذ سنوات، هذا أمر مضحك ومدعاة للخجل. يعني بعد 8 سنوات ونتحدث عن هذه الأمور الشكلية، ويتحدث البركاني عن أن من يطالبه بانعقاد مجلس النواب يفتقد للموضوعية. أنا لا أفهم ما هي الموضوعية وما هي الذاتية وما هذا الكلام الذي يرددوه هؤلاء الساسة. أناس يفتقدون للشرف، أناس غير قادرين بإدارة هذه البلد، ليس غير قادرين فقط، بل ويتحدثون ببرودة وبأناقة سياسية. هناك جهة ما منعتنا، ثم ماذا بعد أن منعتم هذه الجهة؟ تصمتون؟ يفترض للبركاني أن يجمع أعضاء مجلس النواب ويتهربون إذا لم يكن لديهم جوازات، أو لا يسمح لهم بالعودة إلى البلد. يفترض أن يتحولون إلى قراصنة ويتهربون، يعودون إلى البلد ويقدمون شيئاً. في الواقع انعقد مجلس النواب أو لم ينعقد، هؤلاء غير قادرين على أن يقدموا لنا شيئاً. لا يجب أن نضحك كثيراً على هذا الشعب. ضحكتنا كثيرا. مما يخاف البركاني بعد هذه السنوات وبعد هذا المصير الذي وصلنا له وباتباع السياسه التي انتهجها البركاني، وصلنا الى هذا المستوى، الى هذا المستنقع. في الواقع حتى طريقتهم في ادراك الامور طريقه مستفزه للغايه. هناك جهه ما منعتنا، في الواقع منعته السعوديه او الامارات او جهه خارجيه أو هذا كلام، هذا تبرير، فقط تبرير غبي وساذج وسمعناه كثيرا. هذه اللغه ميته، وهؤلاء الاشخاص اشخاص يفترض ان يتوارون، يفترض ان ينعزلون تماما. طيب اريد ان اسمع حتى نعم حتى اريد ان اسمع ايضا في هذه اللحظه ايضا هو منطق غبي بالمعنى خربا. يفترض حتى تجميد العمليه الديمقراطيه. طيب سيد محمد ابقى معي. سيد محمد هنا شيء من هذا. نعم سيد محمد ابقى معي، اريد ان اسال ضيفي سيد عبد العزيز المجيدي. هناك ايضا مشكله في الصوره، نريد ايضا الاخوه في يعني الفريق التقني ان يعمل على اصلاحها. سيد عبد العزيز المجيدي، ما رايك انت بما حملته رساله سلطان البركاني في رده على محمد مقبل الحميري وهو عضو ايضا في مجلس النواب؟ هل هناك من جديد حملته هذه الرساله ام انه جاء لعرض ما كان معروفا اساسا؟ في الواقع رسالة البركاني أو رده لمحمد مقبل الحميري هو في النهاية لم يميط اللثام عن شيء غير معروف للناس. كان الكل يدرك بأن مجلس النواب معطل مثل مؤسسة الرئاسة وأيضا الحكومة. يعني من الخطأ أيضا النظر إلى بقية المؤسسات باعتبارها أيضا تعمل وتشتغل، ويعني مجلس الرئاسة لا يستطيع العودة إلى عدن، الحكومة أيضا غير موجودة في عدن، وإذا تواجد فتواجد عدد من الأعضاء. رئيس الحكومة إذا حضر في عدن يحضر إلى مجلس، يعني هو يعني نطاق تحركه لا يزيد عن كيلومتر واحد داخل معاشيه. وبالتالي مسألة وجود مؤسسات داخل البلد هي واحدة من الأكاذيب الكبيرة التي ابتلعناها طوال الفترات الماضية. أنت لاحظ بأن ما يفترض أنها أو ما يطلق عليها مسميات تتعلق بالميليشيات سواء كانت في صنعاء أو في عدن تلتئم وتنعقد بطريقة سلسة وبسيطة. يعني مجلس نواب الحوثيين يعمل ويشتغل ويناقش، الجمعية الوطنية الخاصة أو ما يسمى بالجمعية الوطنية للانتقالي تعمل وتشتغل في المناطق التي يسيطر عليها المجلس الانتقالي. مجلس النواب قبل بأن يلعب دور المحلل طوال الفترات الماضية، وبالتالي أعتقد بأن دول التحالف وأيضا الأطراف الأخرى نظرت إليه بما يستحق. يعني عندما يكون المجلس فقط عبارة عن يعني ورقة يتم التلاعب بها في الوقت واستحضارها في الوقت الذي تريد المملكة العربية السعودية والإمارات، فأعتقد بأن المجلس قبل على نفسه أن يلعب هذا الدور. يعني عندما نعود إلى بالذاكرة إلى عدد المرات التي عقد فيها المجلس جلسات في الداخل، كانت جلستان فقط، جلسة في سيئون، وكانت لانتخاب المجلس لانتخاب هيئة رئاسة المجلس، وأيضا من أجل إقرار تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة معين عبد الملك، والجلسة الثانية كانت من أجل المصادقة على المجلس الرئاسي الذي تم تشكيله من قبل أبو ظبي والرياض، بمعنى أن المجلس كان يؤدي دورا وظيفيا لمصلحة الأطراف الخارجية. أقسم أعضاء مجلس النواب على احترام وحماية مصالح البلاد العليا، وبالتالي نحن أمام يعني مجلس نواب معطل ولا يقوم بدوره. وكانت رئاسة وكانت رسالة رئيس المجلس أشبه بالتخلي عن مسؤوليته ومسؤولية الأعضاء، لأنهم يعني فقط ليست مسؤوليتهم أن يبرروا للناس بأنهم ممنوعون، هم
سلطة يفترض واحدة من السلطات التي يفترض أن يسند إليها إدارة الشأن اليمني، وبالتالي عندما يقوم رئيس السلطة الثانية في البلد بالشكوى وإصدار الأنين بالطريقة التي شاهدناها وهي طريقة مخزية، أعتقد بأنهم يعني يفترض أن يعلنوا للناس أنهم قادرين على فعل شيء، وبالتالي إما يستقيلون أو يقولوا أننا لا نعبر عن مصالح اليمنيين. هناك مشكلة كبيرة تتعلق ب قبول النخبة اليمنية بصورة عامة لعب أدوار وظيفية لمصلحة الخارج، وأيضا يعني الحركة داخل الهوامش التي أتاحتها الدول التي فرضت شكل من أشكال الوصاية على البلد. مجلس النواب طوال الفترة الماضية لم يقم بأي شيء، يعني وكان هناك مجموعة من الأسئلة طرحت من بعض أعضاء مجلس النواب بشأن قضايا كثيرة تتعلق مثلا بقواعد عسكرية في جزيرة قيون، و ايضا قواعد عسكريه وتحركات كانت موجوده في سوق قطر، وايضا شركات الاتصالات الاماراتيه التي جاءت، وكثير من القضايا ايضا لم يتم الرد عليها من قبل الحكومه. خذ مثلا الرساله المتعلقه ب شركه الاتصالات او بيع شركه الاتصالات لمصلحه الامارات، هذه الرساله كشفت عن حاله انقسام كبيره. مجلس النواب يعني اساسا هو مقسوم بين صنعاء وعدن، ومع ذلك مجلس النواب المحسوب على الشرعيه هو مقسوم نصفين ايضا. هناك 37 نائب فقط اكتفوا بتوجيه رساله للحكومه لمساءلتها بشان مساله بيع شركه عدن نت لمصلحه الامارات، فهي شركه سياديه يفترض الا تصرف بها بتلك الطريقه وتسمح بان تباع لمصلحه دوله اصلا تقوم بعمليه التجسس وممارسه التجسس على الناس يعني خارج البلدان التي يعيشون فيها، فما بالك ما يتم تسليمها قطاع سيادي وتقوم بهذا الدور داخل البلد. ومع ذلك ظهر بأن مجلس النواب منقسم، وأن هناك قسم كبير من هذا المجلس متواطئون مع الصفقات التي تمرر، وأيضا صامتون حيال الكثير من السياسات التي تمر تمرر على البلاد وأيضا تنتهك سيادة البلاد. لا أحد الآن حتى الآن يسأل ما الذي يدور في سوق قطرة، لا أحد يسأل ما الذي يجرى في ميون، لا أحد يسأل ما الذي تقوم به القوات السعودية والإماراتية في مناطق كثيرة سواء في المهرة أو في عدن أو في بلحاف أو في يعني الدور الرقابي غائب. نعم، واضح أن الدور الرقابي غائب. أريد أن أعود إلى ضيفي عبر السكايب سيد محمد المياحي. سيد محمد، أنت كنت قد ذكرت وقلت بأن على أعضاء البرلمان إن كانوا أحرارا فعلا أن يعودوا ولو حتى تهريب عبر البحر لوطنهم ويعقدوا جلساتهم. هناك من يقول إذا كانت الحكومة أساسا تمشي بتطبيق الواتساب وتعمل وتعقد أعمال عن طريق الواتساب، إذن لماذا لا يقوم أعضاء البرلمان وهم كل واحد في عاصمة خارجية أن ينشئوا تطبيقا أو يدخلوا في تطبيق الزوم وغيرها من التطبيقات الموجودة ويعقدوا جلسات فيها إذا كانوا غير قادرين على العودة إلى بلادهم؟ ما رأيك؟ أعتقد من منع البرلمان بالانعقاد أظنه لدى أعضاء كثير من مجلس النواب قام بعمل لطيف وأعفاهم من الكلفة والمشقة والجهد. هؤلاء باتوا عاطلين تماما. البرلمان كقوة حيوية يفترض به أن يدافع عن مصير الشعب يشكو ويتحول إلى مجموعة من الناس الذين ينوحون. أناس بهذه الفاعلية، هل تعتقد أنهم يمتلكون حسا بالمسؤولية ويشتغلون كما يتوجب عليهم؟ الأصل أن يعلنوا حالة طوارئ. إذا أردت أن تقيس مخرجات البرلمان حتى لو سمح له بالانعقاد، انظر إلى فاعلية أعضاء مجلس النواب. بالأخير البرلمان هو هيئة تجمع مجموعة من الأشخاص، ومجموع فاعلية هؤلاء الأشخاص ومواقفهم، انظر إليهم حتى وهم يفسبكون، حتى وهم يتحولون إلى ناشطين، أناس لا يمكنك أن ترتجي منهم شيئاً. ارتجاءنا من مجلس النواب شيء هو دليل بؤس في الحقيقة، وإلا عندما انعقد مجلس النواب وأخذ اليمين الدستورية من المجلس الرئاسي كان يفترض أن يجتمع في اليوم الثاني في الأسبوع الثاني والثالث ويواصل. هل نحن بلد نعيش في حالة رفاهية كي يعقدون جلسة ثم ينتظرون سنوات كي يخرج البركاني ويشكو علينا أن جهة ما تمنعه؟ كان بلادنا تكتظ بآلاف القضايا المعلقة ومسؤولون يحرصون على مصالح أبنائهم وأبنائهم الذين يدرسون في تلك المدارس وعلى قليل من الدولارات يحوزونها. هذه نخبة سافلة للغاية، وأنا أعتذر على هذا التعبير، ولكن والتعبير المكرر في الحقيقة. نحن كأن كل الطرق مسدودة، والقوة الحيوية التي يفترض أن تشكل مخارج تعتذر وتبرر.
في الواقع السياسة ليست أن تأتي والأرض معبدة أمامك. يعني البركاني وفريقه ينتظرون بلادا مرتبة وبلادا على درجة من الدقة، وكل المؤسسات تعمل بشكل دقيق كي يجتمعون. لا يدركون أننا بلد لسنا فقط في طور التأسيس، بلد تلاشي. ما هي المهمة؟ ما الذي فعلته يا بركاني أنت وفريقك؟ ما الذي فعلته لمجابهة الضغوط؟ ثم عندما تمنع، ما الذي اتخذته لتكشف للناس؟ السياسة عملية متوالية، تصميم وعزيمة وعمل يتبع عمل آخر. لا، كان يريد أن يفعل، يجتمع مع أصدقائي ساعتان ثم يذهب إلى التخزين، وعندما منع أنا أظن أنه في قرارة نفسه، لقد أعفوه من كلفة كبيرة، فالرجل بعد 70 ولم يعد بمقدوره أن يفعل شيئا. في الواقع أنا أعتقد أن المبالغة في الزعم أن مجلس النواب بإمكانه أن يحدث شيئا، هذا شيء أيضا فيه تضليل للناس. أيها الناس، أيها الشعب اليمني، لا مجلس القيادة قادر أن ينجز لكم شيئا، ولا الحكومة التي تعمل كأداة وظيفية للاستمسرة تتاجر ببلادكم، ولا مجلس النواب إذا عقد يمكنه أن يفعل شيئا. أم أنتم خلاء، في حالة من الخلاء، حتى مواقف لا يصدرون مواقف فردية. أقبل من أعضاء عظم مجلس النواب، من رئيس مجلس النواب يتحرك بمفرده، يتنقل من مكان إلى مكان، يعرض مشكلة بلاده، يعني يداري سيد محمد المياحي كأننا أمام مشاكل أسرية يجب أن تبقى طي الكتمان، وأن الحميري لا يفهم لأنه طالب رئيس المجلس بالانتقاد، نعم، وأنه غير موضوعي، وأننا يجب أن نشتغل سياسة حصيفة. فالرجل حصيف له تاريخ طويل نعرفه حتى جيدا. حتى أعضاء البرلمان يعني، وكانوا في فترة من الفترات تحولوا إلى ناشطين يظهرون في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي ويعبرون عن رأيهم في كثير من القضايا، إلا أنهم حاليا لم يعودوا يظهروا أساسا. يعني كم مرة ونحن نحاول التواصل مع أعضاء في البرلمان للظهور في هذه الحلقة وفي غيرها للحديث عن قضايا مهمة تعاني يعني تعيشها البلاد، ويرفضون ويمتنعون ويطلقون المبررات بأنهم لا يستطيعون الظهور على الإعلام، حتى هذه حرمت وسائل الإعلام منها. طبعا حتى حقهم في الكلام فقدوه. في الواقع أنا لا أحمل أي جهة، حتى الإمارات والسعودية، هم بالفعل الإمارات والسعودية يتحملون مسؤولية إعاقة مسير البلد و تشكيل حواجز كثيرة وبقاء الوضع بهذا الشكل، إدارته بهذا الشكل. لكن أيضا عندما نتحدث أنهم يتعرضون لضغوط وأن هناك موانع، أنت ما هي مسؤوليتك الذاتية؟ ما هي مسؤوليتك الفردية؟ يعني حتى حقك في الكلام، لو أنك غريق في البحر وتبقى يدك فقط تستطيع أن تصرخ، تقول شيئا. في الواقع أتذكر مقولة لإدوارد سعيد يقول مهما كنت في أي ظرف، في أي ظرف، حتى وإن أحيطت بك حواجز كثيرة، تستطيع أن تهمس بالحقيقة بألف طريقة وطريقة. هناك ملايين الطرق ليقولوا الحقيقة بوضوح. أنا أعتقد أن سلطان البركاني لا يدرك جيدا ما الذي يدور في البلد، يحتاج نعم. أعضاء مجلس النواب إلى من يشرح لهم ماذا يجري طيب. في بلادهم. السلطة الرقابية تحتاج عيون أخرى تشرح لها الوضع. فقدوا قدرتهم على أن يروا شيئاً، فقدوا المعيار، فقدوا المبدأ. عن ماذا نتحدث؟ الأمر جنوني للغاية، هذا ليس حديث في العاطفة فقط، الأمر صادم. كل تحليل عقلاني لما يجري لن يحيط بالوضع. نحن أمام وضع، يعني حتى أنهم تم تطبيعهم مع الوضع، أصبحوا يرونه وضعاً عادياً لأنهم أدمنوا هذه الصيغة المغشوشة. نعم. طيب. يعني عظم مجلس النواب يرى هؤلاء الأعضاء الرئاسة ميليشيات مسلحة، نعم، ويعيق انعقاد المجلس التشريعي، ثم يخرج علينا ويقول جهة ما منعتنا. ما دورك إذن؟ ما دورك أيها البركاني؟ جهة ما منعتنا فقط، ويتخلى عن كل شيء. طيب أعضاء البرلمان، وأريد أن أعود إلى السيد عبد العزيز المجيدي، غالبيتهم ينتمون إلى الأحزاب السياسية، فهل هذا الصمت الصادر من أعضاء البرلمان ما هو إلا إنعكاس لمواقف الأحزاب السياسية التي هي منخرطة أيضا في المجلس الرئاسي، ومنخرطة أيضا في الحكومة، ومنخرطة في العملية السياسية بالمجمل؟ واقعا أنت لا تستطيع أن تستبعد الأحزاب السياسية، لأنها جزء من المكونات الشرعية التي نتحدث عنها، وهي جزء أيضا من المكون لمجلس النواب. يعني أنت تتحدث عن أعضاء مجلس النواب، هم بصورة أخرى يعكسون وزن أحزاب سياسية، وأيضا يشكلون بصورة أخرى حضور لجماعات سياسية، وبالتالي هذه الأحزاب بالتأكيد يعني تعبر بصورة أخرى عن موقف. يعني أنت عندما تشاهد أعضاء مجلس النواب وهم يصمتون بهذا الشكل، وهناك
في الحقيقة طوال الفترة الماضية كان هناك بعض الأعضاء يحاولون أن يرفعوا صوتهم بصورة أخرى وبمستوى آخر بين الحين والآخر، ومع ذلك كان هؤلاء الناس أعتقد بأنهم يواجهون الكثير من اللوم من سواء من أعضاء مجلس النواب أو حتى ربما من الأحزاب السياسية. هناك يفترض أن هناك كتل للأحزاب، وأكبر كتلة هي كتلة المؤتمر الشعبي العام، والمؤتمر الشعبي العام بالصورة التي شاهدناها أصبح موزعا على كثير من المسميات، سواء على ما يسمى بمكتب المقاومة الوطنية تبع طارق عباش أو المؤتمر المقسوم على ثلاثة، سواء مؤتمر الرياض أو مؤتمر الإمارات ومؤتمر أحمد علي ومؤتمر أيضا والمؤتمر الآخر الموجود في صنعاء. وبالتالي أنت أمام نخبة سياسية بالتأكيد قابلة أن تلعب دور وظيفي في مصلحة الخارج خلال الفترات الماضية، وهي تصمت بصورة يعني تشعرك بالموات، يعني بلد يمر بهذه النكبات والنكسات والأزمات المتلاحقة سواء على المستوى الاقتصادي على المستوى الخدمي، يعني الناس يموتون من الجوع، الأزمات يعني الأزمة تصور بأنها الأكثر يعني مأساوية على مستوى العالم وما ذلك لا أحد يتحرك، انهيار للعملة الاقتصادية وانعكاساتها على حياة المعيشية للناس، يعني مثلا في محافظة عدن التي تعاني من يعني انهيار خدمة الكهرباء والانطفاء المتكرر بينما تشوى جلود الناس بالحر القائض، ليس هناك من يتحرك. المجلس الانتقالي يمارس شكل من الأشكال المزايدة باسم هذه القضايا البسيطة، ومع ذلك لا يفعل شيئا حتى وهو مرتبط بتحالفات مع عدوان يفترض أنها تقدم له بعض الخدمات البسيطة. للأسف كل النخب اليمنية بكل مزاعمها وادعاءاتها تلعب أدوارا وظيفية لمصلحة الأطراف التي ارتبطت بها، وكثير من الأحزاب السياسية والأطراف أيضا أصبحت مستقطبة. علينا أن نتذكر بأن كثير من الأطراف السياسية كانت إلى حد كبير تنحاز بين الحين والآخر لمصلحة ميليشيات سواء كان في مواجهة الشرعية أو لمصلحة أطراف أخرى تعمل لمصالح جهات مرتبطة بالتحالف. يعني نحن نواجه مشكلة لها علاقة بمسألة إعادة تعريف ما هي الأحزاب السياسية ولمصلحة من تعمل، يعني أنت تتكلم عن كتل لأحزاب سياسية لا تسمع لها صوتا. المؤتمر الشعبي العام وهو صاحب الكتل الكبيرة أصبح يوزع خدمات لمصلحة الأطراف التي تدفع، يعني أنت شاهدت المسألة من خلال مثلا الرسالة الموجهة للحكومة بشأن مسألة بيع شركة الاتصالات. هناك تواطؤ بشكل رهيب من قبل هذه المكونات السياسية، وأصبحت بالتأكيد تبتلع لسانها، والكثير من أعضاء المجلس بالتأكيد هم لا يستطيعون مواجهة الإرادة المتعلقة بالدول حتى على صعيد الأفراد. نعم سيد عبد العزيز، ما رأيك بمن يقول أيضا بأن أعضاء في المجلس وهم فئة كبيرة فيه قد انفصلت عن الواقع العام لما يعيشه اليمنيون وباتوا يعيشون في عواصم دول أخرى وأصبحوا متكيفين عليها وعائلاتهم هناك وحياتهم تمضي بروتين مختلف، أضف إلى ذلك بأن هناك تخوف من أنهم إن عادوا إلى السعودية هناك ارتباطات ما زالت لهم في السعودية حتى لا يستطيعون القول بكلمة الحق من يعرقل، إضافة إلى أن لديهم بعض الممتلكات ربما في صنعاء وبعض الأماكن التي تسيطر عليها جهات وأحزاب جهات خارجية أو داخلية إن تحدثوا بالواقع قد تتضرر ممتلكاتهم وارتباطاتهم. علينا أن نتذكر بأن هناك الكثير من الإجراءات التي تم تمريرها عبر مجلس النواب سواء ما يتعلق بمؤتمر الرياض واحد أو مؤتمر الرياض أو ما يسمى المؤتمر المشاورات اليمنية، وكان مجلس النواب وأعضاء مجلس النواب جزء حيوي فيه، وتم تمرير اللعبة الكبيرة التي تتعلق بمسألة التصفية النهائية للشرعية من خلال خلق كيان جديد تحت مسمى أيضا مجلس قيادة رئاسي، ومع ذلك هؤلاء الناس لم يقولوا كلمة واحدة حتى بشأن ما الذي تعرضوا له في تلك الغرف المغلقة. يعني أنت أمام في النهاية مؤسسة أو مسمى لمؤسسة أعتقد أصبحت مسلوبة الإرادة وارتبطت في مصالح إلى حد كبير، يعني هذه الجماعات وأيضا الأطراف والأحزاب أعضاء مجلس النواب وهذا المسمى بشكل كامل هو أصبح بالتأكيد مرتبط بمصالح لا يستطيع أن يتحرك خارج نطاق هذه المصالح. عندما قلت مثلا عندما تحدث رئيس مجلس النواب قال بأنه لا يستطيع العودة بسبب منعه من الانعقاد في أماكن معينة، لم يقل حتى عن الحديث عن الجهة التي يعني منعت، وهي جهة بالتأكيد جهة وظيفية أخرى تعمل داخل المكونات الشرعية لمصلحة طرف داخل التحالف، ومع ذلك لم يقرأ أحد بالإشارة إلى الجهة التي تقف على هذا الأمر. يعني أنت تتحدث عن جهة أصبحت مسلوبة الإرادة وهي
انا اعتقد لا تختلف كثيرا عن بقيه الاطراف الاخرى، سواء نتحدث عن احزاب سياسيه، نتحدث عن حكومه، نتحدث عن مجلس رئاسي، لان يعني مجلس الرئاسه مشتت، كل واحد موجود في منطقه، ومع ذلك هناك اشخاص غابوا عن البلاد منذ تقريبا سنه، وحتى الان لا احد يعرف ما الذي يمنعهم من العوده الى البلاد. يعني هناك اشياء كثيره تحدث في الخفاء، وكان هؤلاء الناس يديرون مصالح شخصيه او لا يتحدثون باسم الامه اليمنيه، وبالتاكيد هناك يعني مصير يمني يطهى على ايدي اطراف خارجيه، وهؤلاء يتفرقون، بالتاكيد هؤلاء يتحملون المسؤوليه كثرا لانهم صامتون او انهم ايضا يعني الامه اليمنيه فعلا والجمهوريه في خطر. اريد ان انتقل الى سيد محمد المياح. سيد محمد، وانت تتحرك لاحظت ان هناك كتابا في خلفك يحمل عنوان الجمهوريه الفانيه، ونعرف جميعا بان جوهر الجمهوريه هو تمثيل الشعب من خلال البرلمان، ونحن نشاهد الان البرلمان يتصرف بهذه الطريقه وليس له وجود او كيان، فهل يعني ذلك بان البرلمان يساهم الان في فناء الجمهوريه التي نعيشها اليوم؟ في الواقع ليس البرلمان فقط يساهم في إفناء الجمهورية، هم أفنوا الجمهورية فعلا. البركاني وغيره، هؤلاء الذين ليس فقط فقدوا إرادتهم، فقدوا كرامتهم. أنا أظن إذا سألت سلطان البركاني عن وظائف البرلمان، ربما أنه قد نسي من أين أتت فكرة البرلمان وما هي المهمات المركزية، ليتذكر هكذا أمور شكلية فارغة، لم يعد لدي إحساس حقيقي بالمهمة الملقاة على عاتقه. ولو بالكلمة يستطيع البركاني أن يقول شيئا. ثانيا، بالنسبة لسؤالك أيضا حول هل هناك خشية، في الواقع هناك خشية إلى مستوى معين من انعقاد مجلس النواب، هناك خشية إذا أتينا إلى الواقع، بمعنى هم لماذا الآن يتحدثون عن إمكانية تشكيل هيئة أخرى غير البرلمان؟ لأنهم يشعرون أن البرلمان مجموعة من الأفراد، قد يستيقظ ضمير أحدهم ويفصح عن أشياء مهمة، لكنهم يريدون، مع أن الجميع خاضع لهم، لكن أيضا الطرف الذي أخضعهم ما يزال يتخوف من وجود صوت ما. ماذا يتخوف؟ عليهم، أنا لا أطالب البركاني أن يشكل ميليشيا مسلحة هو وأعضاء البرلمان يعودوا وينعقدون بالقوة، بل يتساءلون لماذا يخافون منا. أنا أعتقد أنه لا خوف حتى لو سمح للبركان ول 90% من الأعضاء، هناك خوف هامشي فقط من أن تنفلت بعض المواقف من قبل أعضاء في مجلس النواب ويكشفون للناس شيئا. إذا بما أنهم خايفون منكم أو من بعض أعضائكم، اتخذوا، تابعوا الوضع بشكل دقيق وتستطيعون أن تتخذوا مواقف حتى دون انعقاد المجلس. بمعنى إذا تجاوزنا الأمر الشكلي، نحن نتمسك بأمور شكلية على أن انعقاد المجلس مسألة ديمقراطية، بلاد كلها ضائعة في الهاوية عن أي ديمقراطية، ما الذي تبقى؟ نحرص على الشكليات ديمقراطية، ويجب أن يجتمعوا في مكان ما، ويجب أن يكون لدى البركاني ذلك مطرقة، المقبض الذي يضرب به على الرأس كي يقول أنه في برلمان. إذا كانوا هؤلاء أبطال تاريخيين يدركوا أن بلادهم في لحظة انسداد كبير، وفي لحظات الانسداد نحتاج إلى الأبطال، لا نحتاج إلى هذه اللغة الرخوة. وإذا كان التحالف خايف منكم، الإمارات والزبيدية وكذا، إذ احتشدوا وشكلوا رابطة، صفحة بالفيسبوك، بمجموعة بالواتساب، وكل يوم عمل دؤوب، لقاءات. حد ما الذي ستخسرونه؟ ما الذي سيخسرونه؟ أيضا حتى مسألة تفسيرنا للأمر أن هناك ضغوط، أمر أيضا ساقط. تفسيرنا للأمر أنهم مصالحهم، أنا أعتقد لن يكسبوا شيئا، حتى مصالحهم لن يتمكن البركاني ولا غيره من الحفاظ حتى عن مصالحهم. إذا نظرنا على المدى البعيد، كم يتبقى من عمرك يا بركاني؟ هي كلمة، قلها ومت، قلها واذهب. تحدث عن السعودية، عن الأمير محمد بن سلمان أنه غير قادر على ضبط الزبيدي، تحدث، ما هذه اللغة التي تتحدثون بها؟ عشت يا بركاني 70 عام، نحن جيل ضائع، أسلمتوا لمن؟ أسلموا الشعب اليمني لإصابة صغيرة، يعني نخبة واسعة، الشرعية نخبة واسعة كبيرة جدا. أنتم دولة، حتى لو كنتم في جبل تستطيعون عبر الموقف المشرف، عبر الكلمة الثابتة، عبر الرؤية الواضحة لكم، تستطيعون أن تنجزوا لنا شيئا، ولكنهم مشوشين. نفتقد وحدة القرار، وحدة القيادة، يعني حالات ممزقة. أنا فيهم من كل الأشياء التي خارجة عن إرادتي، فقط
اتحدى البركاني ان يخرج يقول انا رئيس مجلس النواب اليمني امتلك اراده وامتلك ادراكا تشخيصا دقيقا للوضع واقول للشعب واحد اثنين ثلاثه، لا يستطيع. ارادتك التي هي حاله داخليه، يقال لا احد يستطيع ان يسلبك حريتك. الحريه هي حاله من الاستعداد الداخلي، لا السعوديه ولا الامارات ولا لا. كل قوى الكون يمكنهم ان يسلبوا البركاني او اعضاء مجلس النواب ارادتهم التي هي استعداد داخلي. هؤلاء فقدوا ارادتهم وحريتهم وكرامتهم معها. اريد ان اعود الى السيد عبد العزيز المجيدي. السيد عبد العزيز، انت اشرت في بدايه الحلقه الى موضوع مهم وقلت فيه بان المجلس منذ انقلاب الحوثيين عقد جلستين فقط، والاولى كانت تتعلق بانتخاب رئاسه هيئه المجلس، والثانيه كانت للمصادقه على المجلس الرئاسي، وكلاهما كان لغرض كانت تسعى اليه السعوديه. فهل معنى ذلك بان البركاني عندما كان يشير في كلامه الى هناك جهات تعمل على عرقلة عقد المجلس لجلساته كان يشير بالذات إلى السعودية لأنها هي من تمتلك القرار داخل اليمن وليس بذلك القدر التي تمتلكه الإمارات، أي بمعنى أن السعودية تمتلك القوة والقرار في اليمن أكثر منه أو أكثر من الإمارات؟ في الأحوال علينا أن نشير إلى مسألة العجز الذاتي الذي يتعلق بمسألة انقلاب إرادة اليمنيين من اليمنيين أنفسهم. عندما نتحدث عن أعضاء مجلس النواب ورئيس مجلس النواب يعني يخرجون على الناس بهذه اللغة في هذا الوقت في ظل هذا الوضع المأساوي والكارثي الذي تعيشه البلاد، أنت يعني نخبة لا تدرك بالذات، لا تدرك معنى مسؤوليتها، وأيضا هي فقط تحاول أن تغالط الناس وتقول بأن هناك من يحاول أن يكبل. بالتأكيد يعني لا أحد يريد مجلس النواب أن ينعقد، ولنكون أيضا أكثر دقة، يعني حتى مجلس القيادة والحكومة كأيضا سلطات تنفيذية في الوضع الطبيعي هي من غير مصلحتها أن ينعقد مجلس النواب باعتبار سلطة رقابية وتشريعية، لكن في كل الأحوال المجلس النواب يجب أن يمتلك إرادته الذاتية التي تتعلق بمسألة ممارسة سلطاته كما ينبغي، لكن هذا الأمر غير موجود. نحن نعرف طبيعة وملابسات يعني وجود هذا المجلس أصلا، مثلما كان هناك ما يشبه ليس الديمقراطية بالمعنى الذي يفترض أنه موجود في كل الدول التي تعيش حالة من التنافس المتكافئ على الدول السلمي للسلطة وما إلى ذلك. لا، إحنا نتكلم عن مجلس النواب كحصيلة ديمقراطية مغشوشة ولعبة سياسية كانت تفتقد للتوازن والتكافؤ، وبنفس الوقت أيضا كانت عبارة عن يعني نتائج يعني محددة مسبقا مع وجود هوامش معينة لمصلحة الأطراف الأخرى التي يمكن أن تمثل في المجلس. ومع هذا بعد ثورة 2011 وانتفاضة 2011 جاء التمديد لهذه المؤسسة وأصبحت تمتلك ما يشبه مشروعية توافقية لها علاقة بمسألة توافق الأطراف السياسية المكونة لها، وأصبحت أيضا مرتبطة بالمشروعية المتعلقة بالسلطة الانتقالية. لكن بالتأكيد هذا المجلس لو أراد أفراده أن يلعبوا دورا ما ومدفوعين بحس المسؤولية المفترض في بلد يواجه مأزق ويعني يتعلق بمصيره، لا أعتقد بأن هناك من يستطيع أن يكبلهم سواء كانت السعوديه او غير السعوديه. لكن لان هؤلاء الافراد وهذه ومكونات هذا المجلس ارتبطت الى حد كبير بمصالح وايضا بمصائر معينه تتعلق باشخاصهم وعائلاتهم وايضا كثير من الاشياء الاخرى التي بالتاكيد تؤثر على مواقفهم التي يفترض ان تكون متحرره من اي ضغوط لمصلحه البلد. لكن مع هذا هؤلاء الناس سلموا ارادتهم للخارج. طب بالمقابل سيد عبد العزيز، بالمقابل من هو المستفيد الاكبر من غياب البرلمان على الأراضي اليمنية؟ يا أخي أنت أمام حالة الكل لا يريد، يعني أنت يعني لو عملت تحليل بسيط فقط لمسألة مسمى الشرعية الذي تم استخدامه كغطاء لتدخل التحالف منذ اللحظة الأولى وحتى الآن، هذا الغطاء تمزق وتبدد وانتهى وتلاشى، لم يعد هناك شيء اسمه شرعية، أصبحت عبارة عن مسميات ومكونات يتم إعادة تصميمها وهندستها بالطريقة التي تخدم أطراف التحالف، وبالتالي أصبح مسمى الشرعية عبارة عن أداة طيعة يتم استخدامه بالطريقة التي تروق دولتي التحالف، والكل مسلم وكأن هذه أقدار الله ومشيئته. وبالتأكيد هناك مشكلة تتعلق بمسألة استسلام اليمنيين لهذه الحالة، وبالتأكيد هذا الأمر ناجم كما قلنا عن أن هؤلاء الناس إلى حد كبير مسلوبي الإرادة وأيضا لا يمتلكون إرادة حرة. الحرية بالفعل هي إرادة داخلية تتعلق بمسألة مدى قدرة هؤلاء الناس أن يكونوا أحرار بدرجة رئيسية، ومدى قدرتهم أيضا أن يواجهوا أيضا تحديات وأن يكونوا وأن يقاتلوا بروح المناضلين وليس بروح المسؤول الذي ينتظر أن تأتي له الأمور
على طبق من ذهب، وهو فقط عليه فقط ان يمسك المطرقه ويدق على الطاوله. بالتاكيد هناك مسؤوليات كبيره على هذا المجلس، هذا المجلس امامه الكثير من الفرص التي يمكن ان يستطيع ان يقلب الطاوله على الجميع، لكن هذا المجلس بكل مكوناته هو اصلا ممزق ومستقطب بين مختلف الاطراف الاقليميه، وبالتاكيد هذا الامر انعكس سلبا على اداء المجلس، وبالتاكيد المجلس اصبح مشلولا ومن غير يعني ان تتحدث عن دول اصلا الان اصبحت يدها تطيش في الساحه اليمنيه بكل تفاصيلها، بالتاكيد هي لا تقبل وجود حتى صوت واحد في البرلمان، وليس البرلمان بصوره كامله، ليس من مصلحه هذه الدول ان يكون هناك مؤسسه تتحدث حتى بصوره شكليه من باسم المصلحه اليمنيه. يعني من مصلحه هذه الاطراف ان هذا المجلس ان يذهب. علينا ان نتذكر عندما عقدت الجلسه الاولى لمجلس النواب في سيئون، وبعد انقضاض الزار تم الحديث عن تحديات وعن تحليق طيران مسير فوق المكان الذي تواجد فيه اعضاء مجلس النواب، واشاعات الكثير من الخوف والهلع، وبالتاكيد دفعوا الناس للخروج والمغادره باعتبار ان الحاجه للمجلس انقضت بتلك الجلسه، وبالتاكيد يعني شاهدنا ما شاهدنا. ثم بعد ذلك بعد 4 سنوات يتم المجيء بالمجلس الى عدن فقط من اجل المصادقه على الاجراءات التي قامت بها دولتي التحالف، وبالتاكيد شاهدنا ما شاهدنا. والان نحن نحصد هذه الثمار المره. نحن امام مشكله لها علاقه بمساله ارتهان الاراده اليمنيه لمصلحه الاطراف الخارجيه، وهذه مشكله كبيره. بالتاكيد هي مشكله نعم. اصبحت تهدد وجود اليمنيين بصوره كامله. طيب سيد محمد المياحي، الجميع ابتداء من الرئيس السابق عبد الرب منصور هادي والحكومه والمجلس الرئاسي والان ايضا البرلمان، جميعهم يتعللون بعدم توفر الظروف الامنيه الملائمه لعودتهم الى ارض البلاد. من هو المعني بتوفير هذه الظروف؟ أليس الشعب مثلا؟ هل يجب على الشعب أن يقوم بتوفير هذه الظروف الأمنية الملائمة لهؤلاء لكي يعودوا؟ أنا أؤكد لك، لو أن الشعب اليمني بشعوره الطبيعي والفطري يشعر أن هؤلاء رجال يحترمون أنفسهم لفداهم، وهذا شعب فدائي، شعب سخي بتقديم التضحيات، ولكن هذه النخبة تجعل تضحيات اليمنيين تنزف. إذا عاد البركاني إلى قبل، أنا أؤكد لك يا بركاني أنك ستعيش ملكا داخل الشعب، وستعيش بطلا، تستطيع أن تعيش داخل هذا الشعب، وقد يعني نبذتك السعودية والإمارات والعالم كله. هذا الشعب بحاله المسحوق جدا يستطيع أن يحتضن النخبة. عودوا إلينا، عودوا جدا. هذا الشعب كمان إلى جانب قدرتي على فداء نخبته أيضا هو قادر على المغفرة. عودوا ولو في الرمق الأخير، عودوا واستغفروا هذا الشعب وستفعلون شيئا. أما مسألة أنهم يشكون من عدم توفير الحماية، فأنتم المسؤولون الأولون. يعني رجل سأحدثك حتى بعيدا عن خراب الوضع المؤسسي وعدم توفر أقوى معينة، تخيل أن 50 عضوا من مجلس النواب لهم، من أقل عضو له ما يقارب 20 عاما في العمل السياسي، 30 عاما 40 عاما بعضهم. أنت كفرد لك يعني يفترض أنك قد شكلت ما يشبه المؤسسة. إذا جمع هؤلاء الأشخاص سيشكلون قادرين على حماية أنفسهم. في الواقع عدم قدرة البرلمان على الانعقاد وإلغاء يعني حرص جهات خارجية أيضا على منع انعقاده هو يقلص الفارق كثيرا بين السلطة البوليتية وبين الشرعية. المجلس التشريعي بمعنى ما الذي كان يميز الشرعية إلى جانب امتلاكها الشرعية النظرية؟ كانت الحوثي لديه حكومة وأنتم لديكم حكومة. الحوثي لديه مجلس يعني شكل ما يشبه لديه رئيس مجلس سياسي، وأنتم لديكم رئيس مجلس قيادي هو شكل من إيران وأنتم من السعودية. كان يفرق أن الذي يعكس أن الصراع بين اليمنيين غالبية عظمى مقابل أقلية تستأثر بالسلطة والحكم هي جماعة الحوثي، هو مجلس النواب باعتباره العدد الأكبر من مجلس النواب يتبعون الشرعية. مجلس تشريعي كان يعزز قوة الشرعية ورقة بيدها، ولكنهم فرطوا بكل أوراق قوتهم كما قلت لك، ولا لن يحميهم أحد، وسينتهي بهم الحال منبوذون في الخارج وفي الداخل معا. هؤلاء الناس لا يفكرون بطريقة منطقية، ولا يمكننا أن نعول عليهم أنهم سيدافعون ربما عن هناك مصير بلد نعم. بشر وهنا لم يدافعون عن عن نعم. عن مصير عن مصير عن عن الشيء المتعلق بهم، فعن عن ما يقيم عضو مجلس النواب، ما يجعلك تحظى بمهابتك. بالمناسبه صلاحيتك كعضو مجلس النواب كفرد سياسي داخل بلد منهار
لا تنتظر ان تمنح من الامارات السعوديه صلاحيتك، هذا امر نظريا في الكتب فقط، اما عمليا الفرد السياسي يستطيع انه يقدر الاخر على ان يتيح له ممارسه شرعيته وصلاحيته. الاصل على البركاني ان يبتكر الف طريقه وطريقه، حتى الطرق احيانا غير مشروعه من اجل ممارسه مشروع معين، من اجل ان يعيد للمجلس مشروعيته. اما انهم اسمحوا لنا، يتسولون من السعوديه ان تسمح لهم بممارسه دور الرقابي والتشريعي. انت المشرع الاول داخل البلد، من الذي يصدر التشريع؟ انت مصدر الكلمه الاولى، ومع هذا تتمنى من الاخر ان نعم. يسمح لك بقول كلمه. والغريب ايضا ان رئيس البرلمان سلطان البركاني في اكثر من مناسبه كان يظهر ويثني على ادوار المملكه العربيه السعوديه وايضا الامارات في دعمها لليمن، لكنه لم يتحلى بالجراه هذه المره ليتحدث بأن المعرق للرئيس لعقد جلسات برلمانه في اليمن هي هاتين الدولتين. هنا أريد أن أعود إلى السيد عبد العزيز المجيد. السيد عبد العزيز، ما حقيقة ما يشاع حاليا بأن هيئة التشاور والمصالحة يعني التي تم إنشاؤها بموجب تشكيل المجلس الرئاسي يريدون بها إحلال المجلس أو مجلس البرلمان، هل هذا قريب من الواقع وما يدور حاليا فعلا؟ في الحقيقة أنا يعني تسألني وكأنني أمتلك المعلومات أو على مقربة من أصحاب القرار، أنا ليس لدي معلومات بهذا الشأن، لكن من خلال بالنظر للمعطيات نعم من خلال الطريقة التي تعاملت فيها دولتي التحالف مع الشرعية توقع أي شيء. يعني أنت الرئيس الشرعي الذي جاءت هاتين الدولتان من أجل العمل تحت غطاء شرعيته تم إجباره على الاستقالة وانتهى كل شيء. يعني في اي لحظه بالامكان ان يتم اعاده صياغه الواجهه اليمنيه التي تشتغل بها السعوديه والامارات في الطريقه التي تناسب مصالح هاتين الدولتين. وانا اؤكد لك بان النخبه اليمنيه التي سلمت امرها لمصلحه هاتين الدولتين وللطرف الخارجيه لن تقول شيئا وستصمت كما صمتت حيال خطوات كثيره. هناك مشكله كبيره لها علاقه بمساله الارتهان، واعتقد بان هذه هي معضلتنا ومشكلتنا الكبرى. ارتهن الحوثيون لمصلحة الإمارات لمصلحة إيران وقلبوا الويلات لليمنيين وأدخلوا اليمن حرب أهلية طاحنة، وللأسف يعني كان للإقليم دور كبير في هذا المسألة من خلال إعطاء الضوء الأخضر للحوثيين وأيضا دعمهم ومساندتهم ماليا، وبالتأكيد تم استخدامهم لاحقا من أجل تدمير البلد واستخدموا كذريعة أيضا من تفكيك البلد وتدميره وتمزيقه بالطريقة التي نشاهدها الآن. مسألة أن يتم الاستعانة أو إعادة بناء مؤسسات معينة من أجل أن تسد يعني فراغات معينة تتعلق بالسلطة التشريعية، توقع هذا الأمر ببساطة، وربما يكون الصوت المرتفع لبعض أعضاء المجلس الآن أو ربما لهيئة رئاسة مجلس النواب الآن ربما يكون ناجما عن إحساس بأن يعني هناك من يدبر محاولة من أجل إبعادهم عن المشهد. وبالتأكيد عادة المسؤولين اليمنيين عندما يرتفع صوتهم ولو بالصورة التي شاهدناها لدى البركاني بالصورة الخجولة فإنها غالبا ما تكون مرتبطة بإحساس بالإقصاء أو التهميش وما إلى ذلك. لم يحرك دائما المسؤول اليمني يعني أي إحساس بشأن مسؤوليته تجاه الناس. عبد الرب منصور هادي يعني كان رئيس الشرعية الذي ركض الناس خلفه كثيرا في كل مكان، ومن الاصطفاف الوطني إلى آخر لحظة وهم يقاتلون معهم في الجبهات، وبالتالي سلم رقابهم للتحالف ثم ذهب بعيدا ليعيش حياته الخاصة وانتهى كما انتهت إليه الأمور الآن بهذه الصورة التي نشاهدها الآن. أنا أعتقد بأننا نواجه مشكلة وجودية تتعلق بمسألة أن البلد يتحلل بينما اليمنيون يعيشون حالة صمت رهيب وحالة موت رهيبة، نخشى أن نقضي ويوارى جثمان البلد وليس هناك حتى من يصرخ ويقول لا. إذن شكرا جزيلا لك ضيفي عبر السكايب الصحفي عبد العزيز المجيدي. أشكر أيضا الكاتب محمد المياحي. مشاهدينا الكرام، شكرا لكم أنتم أيضا على طيب المتابعة. نلتقيكم في حلقات قادمة، إلى اللقاء.